سيمو من دابا السي حسينيه فاز برئاسه مقاطعه عين السبع بعد يعني الصراع الطويل مع حزب التجمع الوطني الاحرار، اش تقول لنا انت؟ حنا بالنسبه لهذا الانتصار، هو انتصار هو كان في الدوره الاولى ملي كان ملي عندنا اغلبيه ديال 13، ولكن ارتعت السلطات والحزب ديال الاحرار بانه باش تاجل عده مرات، ولكن الحمد لله حنا خدمنا الحكمه ديالنا وخدمنا العقل ديالنا وبقينا حتى الشوط الثالث، والشوط الثالث كان ثابت رغم ان الحركه الشعبيه ما حققتش واحد النتائج اللي كبيره على مستوى مدينه الدار البيضاء، ولكن قدرتوا تفوزوا برئاسه مقاطعه. هذا هو الحلاوه ديال الانتصار ديال الانتصار ديال المقاطعه ديال عين السبع، والحلاوه ديال معنا اول حاجه انتصرنا في اكبر مقاطعه في الدار البيضاء، هذه اكبر مقاطعه في الدار البيضاء الحمد لله، هذا انتصار. ثانيا النتائج اللي ما حققناش كبيره كانت فيها كانت راكتو عارفين كما كانت في انتخابات ديال 2015 كان الحزب العداله والتنميه، 2021 كانت الاحرار، وانتم عارفين انتخابات كيفاش الظروف اللي دازت ما فيها وما عليها، وانتم كصحفيين عارفين هذا، والحمد لله الانتصار ديال اكبر مقاطعه في الدار البيضاء انتصار ديال الحركه الشعبيه اللي كانت في المستوى. التجمع الوطني الاحرار توعدكم بمعارضه قويه في المقاطعه. مرحبا، حنا مرحبا بهم، حنا مولفين المعارضه، حنا تخلقنا وسط المعارضه، والسي حسينيه اصغر مستشار كان في الدار البيضاء اللي نفس القيدوم ديال المستشارين بجهه الدار البيضاء المرحوم السي فيلال راه في 92 نفسه، وتيوجد هو المعارضه، وهو دابا هو رئيس غادي المعارضه راسه.